بالنسبة لها العاصفة هاي اللي اجت انا ما كنت محضر لها، يعني طلعت راحت لح اجيب فطور تفاجأت انه عم ينزل ثلج، يعني بشكل عام حتى لو نزل الثلج او صارت العاصفة بدي اقعد جنب هالصوبيا. هلا بالنسبة لأن الواحد على اساس الامم رح تجيب لنا بحص 292 ما فيك تمشي خطوتين لبرا، الكل بيقعد ببيته مشان الوحل والقصص هاي. بس تشت الدنيا علينا نحن كنا نفوت بزاوية العجلة ونضل بنفس الزاوية. هذا السبب من اللي جينا طوفان شتاء من شتاء.